أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة سويس، من مدينة مورتن السويسرية. هذه مدينة أول مرة أنا أزورها، زرت الأماكن المحيطة بها المدينة. هاي أجزاء من أسوار الحصن اللي كان يحيط بالمدينة. ما زلنا في مدينة مورتن السويسرية. مدينة جميلة، مدامك في سويسرا فاطمن. هذه طبعا مثل ما قلت لكم قريبة من بحيرة نوشانتيل. اللي بيزور نوشانتيل اللي يطوف زيارة المدينة هاي. مورتن طبعاً هني في هالقسم بدينا نتحدث فرنسي. سويسرا فيها ثلاث لغات رئيسية، وفيها لغة رابعة بس ما حد يعرفها، الرومانش، يسمونها الرومانش، حاجة شيء قديمة جداً. طبعاً البلدات المحاذية لإيطالي يتكلمون إيطالي، والبلدات المحاذية لفرنسي يتكلمون فرنسي، والبلدات المحاذية لألمانيا يتكلمون ألماني. فنسبة الألمان أكثر، نسبة اللغة الألمانية أكثر، بعدها الفرنسية. حتى حاليا الشعب السويسري الشباب هذا الجديد بدأ ينسى يعني اللغة القديمة جدا اللي كانت قبل لا تفرض عليهم اللغة الألمانية. بعد هذا المبنى تي البحيرة، يلا نروح للبحيرة. ناخذ لفة شوية. عارفين تروح اليمين يسار، يمين يسار. هذه بحيرة مورتن. نواصل. هذا صور الحصن اللي هي حوض المدينة، باقي منه قطع. البوابة الرئيسية. كل شيء جميل في سويسرا. مجموعة كبيرة من المحلات.
المكان المدينة هادية، بلدة أهدى وايد عن نيو شانتيل، وايد أهدى ورايقة بصراحة. البلدة هاي رايقة. لما نقول سويسرا يتقدم الجمال خطوتين إلى الأمام. هذا الأوتيل يتميز بهالمطعم البانورامي على يطلع البحيرة. هذا اسم الأوتيل، غرفة ممتازة جيدة غرفة. والزين في هذا المطعم البانورامي التغاطى في الطريق قبل مدينة ساتيل. استاهلون الزين، استاهلون. واحد من مكان أماكن الترفيه خصوصا للأطفال جنوب سنت غالين تقدر تيجي من الزيورة، وفي الشتاء طبعا هاي كلها رياضات شتوية تزحلق. الثور الهايج هذا في الشتاء طبعا، هذا اسمه، اسم المكان أبمانينج. هذا في الصيف مثل ما تشوفون نطيطة في كل مكان، زين اللي عنده أطفال صغار يجيني هالمكان. المطاعم هني حمكم ركبض الحمامات. كامبينج هني مو بكواخ.